جانا؟ انت شو عم تعملي هون بهذا الوقت؟ ايه انا كنت بالمدرسة الليلية. بالمدرسة الليلية؟ انا عم اجي لهون ادرس. اوه حلو كتير، كيف بدك تروحي على البيت؟ انا كنت بدي احكي مع امي مشان هالشي. طيب ليش بدك تزعجي امك مشان هالشي؟ أنا طريقي من هون، وإذا بتحبي بوصلك. لا لا، أنا بروح لحالي، ما في داعي توصلني أبدا. العكس كتير عادي، ليش تجيبي أمك لهون مشان شغلة بسيطة؟ وأنا على كل الأحوال هون ورايح لهنيك، وفيكي تعتمدي علي بدون ما تاكلي هم. يلا. ابني شافها هون من شوي وشاف طوق العرس هذا برقبتها وحزري شو قال لي. امي روحي جيبي لي طوق العرس تبعي منهم، جيبي لي طوق يلي حاططه جانا برقبتها. ليش مازن عمل هيك؟ طوق الزواج كان عاطيني هويه، مازن اخذ مني هويتي واتبعت امه تاخده. الطوق بيرمز لعلاقتنا سوا، هو يلي بيخلينا متحدين مع بعض. كنت مرتاح لأنه الطوق كان رح يساعدنا للم شملنا، بس هي حطمت هالشي هاد وقت رجعته. كيف قدرت تقول أنا ما عادت بحاجته؟ أنا بحاجته مازن، أنا لساتني بحاجة لهذا الدعم، بس أنت باين انك ما عادت بحاجتي. انا اجيت لرجع طوق الزواج لجانا، بس هلا ما عاد رجعه ابدا. جانو لا اتصلت ولا اجت، المدرسة سكرت من زمان. ريحي حالك شبك رح توصل، لا تقلقي. يلا فوتي. مرحبا جانو، مو على اساس تتصلي اول ما تطلعي من المدرسة؟ ايه بالحقيقة أنا يلي قلت لها ما تتصل، كنت هنيك مشان شوية شغل للمكتب قمت التقيت فيها بالصدفة، لهيك عرضت عليها إني وصلها على البيت. يلا ماشي عن إذنكم. ابني ما بدك تفوت الشارع؟ لا بالحقيقة شاي. اتأخر الوقت عمتي، غير مرة إن شاء الله. بخاطركم. يلا بنتي يلا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.